مرحبا، أنا تركي زلات. مرحبا، أنا جوكتشي حافظ أوغلو، أخصائية تنمية الأطفال في مركز قونيا المجتمعي للهلال الأحمر التركي. اليوم سأتحدث إليكم عن خصائص نمو الأطفال في الفترة العمرية بين 7 و12، واللعبة التي يمكن للوالدين الذين لديهم أطفال في هذه الفئة العمرية الاستعانة بها في هذه الألعاب التي قد تدعم نمو أطفالهم وتزيد من جودة تفاعل وقتهم. وغالبا ما يطلق على الأطفال في هذه الفترة العمرية أيضا أطفال المدارس. يبدأ الأطفال في هذه الفترة العمرية بالاستمتاع بقضاء الوقت مع أصدقائهم وأقرانهم من حولهم. تحبذ مجموعات الفتيان والفتيات قضاء المزيد من الوقت فيما بينهم، كما يكون نمو وتطور الذاكرة سريع جدا في هذه الفترة، وتتطور قدرات حفظهم للمفردات. ولتحسين مفردات طفلك يمكنك أن تلعب معه لعبة هيا اشرح لي، والتي تتوفر بين ألعابنا. كيف ستلعبون هذه اللعبة؟ يحتوي الصندوق على بطاقات، والبطاقات على كلمات التي عليكم شرحها لبعضكم البعض، ثم ستحاولون معرفة تلك الكلمات. تدعم هذه اللعبة تطوير لغة طفلك بشكل إيجابي للغاية وتزيد من مفرداته. لعبة التنغرام، يمكنك صنع ما تريده من الإشكال من هنا مع طفلك باستخدام هذه القطع. يمكنك دعم النمو العقلي لطفلك عن طريق صنع لغز معا، كما يمكنكم قضاء وقت تفاعلي بالحديث عن قطع اللغز والعثور عليها. أتمنى لكم الاستمتاع.